حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد أهم العناوين. نبدأ من العربي الجديد. الانتخابات العراقية، الأجنحة السياسية للفصائل الخاسرة تحشد أنصارها. أما في الشرق الأوسط، المالكي يتحرك للعراق بتطويق الصدر بالكتلة الكبرى. في القدس العربي، اتساع وجبات رافضين نتائج الانتخابات، وفصائل تتوعد بمواجهة مشاريع استهداف الحشد. ونقرأ في الزمان، مفوضية الانتخابات في ورطة بعد إعادة احتساب الأصوات. نطالع في اندبندنت عربية، الصدر يدعو إلى التزام الطرق القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات. الاتحاد الإماراتي، تأجيل اجتماع لحكومة لبنان بشأن أزمة قاضي تحقيق انفجار بيروت. وفي الرأي الأردني، واشنطن تلوح باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي. بمجرد إلقاء نظرة عابرة على الشخصيات التي زعمت مفوضية الانتخابات في العراق فوزها بأعلى أو بأكثر عدد من الأصوات، تتضح للمتابع أبعاد المهزلة التي وجدت العملية السياسية نفسها تخوض فيها طمعا بالمحافظة على ديمومة منظومتها واستمرارها. وهنا جهاد بشير ذكر في صحيفة البصائر أن كمية الركام السياسي الذي أفرزته الانتخابات المبكرة فاقت كل التصورات تماما، مثلما فاقت نسبة المقاطعة الجماهيرية للتصويت والعزوف الشعبي عن التورط في المشاركة في هذه الانتخابات. لم يقتصر الأمر في كشف وقائع مهزلة الانتخابات على وسائل الإعلام ووكالات الأخبار، بل تعدى إلى البعثتين الأممية والأوروبية اللتين اعترفتا بخيبة الأمل جراء نسبة المتدنية جدا للإقبال على صناديق الاقتراع، فضلا عن رصد خروقات وإشكالات جعلت صورة الانتخابات مشوهة أثناء الحديث عن ممارسة الديمقراطية كما يسمونها. ولأن أدوات العملية السياسية في العراق جبلت على الفشل، فإن المصطلحات والأفهام المغلوطة التي حاولت أن تروجها بغية جذب الناس للمشاركة في الانتخابات فشلت هي الأخرى في تحقيق مآرب رعاة المشروع السياسي. إذ تحول مصطلح العرس الانتخابي الذي أريد له أن يكون شاهداً على نجاح موهوم للانتخابات إلى مأتم حقيقي حاق بأهله، ما بين خاسر معترض على النتائج ومهدد بالتصعيد الذي قد يصل إلى حد المواجهة المسلحة، وبين آمال خائبة وطموحات أزهقتها قلة عدد الأصوات التي منحت لبعض الجهات والشخصيات، بل حتى على صعيد الفائزين الذين احتفلوا بتحفظ وتكلف يشوبه القلق لإدراكهم جيداً أنهم أمام معضلات أخرى. ولعل مشكلة تكوين الكتلة الأكبر لغرض تشكيل الحكومة في مقدمة ذلك. لقد أثبت الشعب العراقي مجدداً أنه صاحب الكلمة الأعلى والقول الفصل في المشهد، ولا سيما عند النظر إلى حجم الوعي الذي صاحب موقفه الرافض للانتخابات. وأضاف الكاتب أن مقاطعة العراقيين جماهيرياً وشعبياً هذه الانتخابات أخلت بمعادلة العملية السياسية، وتلك خطوة فذة في الطريق نحو إيجاد الحل الشامل للمشكلة العراقية. وأبناء العراق الذين خبروا واقعهم جيداً يدركون أن صراع ما بعد الانتخابات عسير، ولا سيما أنه يجري في ظل مشهد سياسي وأمني تتحكم فيه الميليشيات وتتلاعب به إرادات خارجية إقليمية ودولية. فرح بعض العراقيين شماتة أن هناك فاسدين خسروا في هذه الانتخابات، ولكنهم لم يلتفتوا إلى حقيقة أن الرابحين هم أيضا فاسدون في معظمهم، فقد خسر فاسدون وربح فاسدون آخرون.
وذلك يعني أن الفساد انتصر مرة أخرى بحسب ما قال فاروق يوسف الذي رأى في موقع ميدل إيست أونلاين أنه من لم يدلي بصوته في الانتخابات لم يخسر أي فرصة ممكنة بقدر ما ربح صلحه الداخلي وشعوره بأنه احتفظ بشيء من كرامته بعيدا عن التلوث والتزوير. لا يملك العراقيون سوى أن يتعلقوا بخيوط أمل يعرفون أنه كاذب، غير أنهم أصبحوا بعد احتجاجات تشرين في عام 2019 أكثر واقعية مما كانوا من قبل. صحيح أنهم استطاعوا إسقاط حكومة عادل عبد المهدي التي تمت التضحية بها من أجل الحفاظ على النظام، غير أنهم صاروا على يقين من أن التغيير صارت طريقه طويلة، أما الإصلاح بمعنى أن ينخفض مستوى الفساد فإن الأمل فيه ضعيف إلى درجة اليأس. فبعد أن تمت التغطية على جرائم القتل التي ارتكبت في حق شباب الاحتجاجات وصار الإفلات من العقاب واحدا من أهم عناوين بقاء النظام الذي لا يبدو مكترثا بمطالبات ذوي القتل الذي ينادون بالكشف عن الحقيقة وهي حقيقة قررت العدالة الدولية أن تغض النظر عنها لا لشيء إلا لأن الولايات المتحدة مستعينة بإيران قد أغلقت الستار على الاحتجاجات بعد أن استطاعت حكومة مصطفى الكاظمي أن تقيم انتخابات طالب بها المحتجون وكانوا يتوقعون أنهم سيتمكنون من خلالها من إسقاط النظام أو على الأقل الحد من توجهاته الطائفية التي هي في حقيقتها عنوان تقاسم للغنائم بين الأحزاب. الكاتب أضاف أن أسوأ ما نتج عن تلك الانتخابات أن تيار نوري المالكي قد حصل على 37 مقعدا فقط في مجلس النواب المقبل، تلك نبوءة سيئة ولكنها ليست كذلك قياسا بتاريخ النظام الذي لم يتعامل مع الفساد بكونه جريمة، لذا فإن عودته إلى المشهد السياسي هي تتويج للفساد. إذن ربح الفاسدون وفي مقدمتهم نوري المالكي، إلا أن الرابحين الآخرين لا يقلون عنه فسادا. إنه لأمر لافت أن تبلغنا الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الحالي أنه ليس في الإمكان التقدم خطوة واحدة على طريق التغيير الشامل الذي أراده ثوار تشرين، وقد آن الأوان للذين راهنوا على قدرتهم على الفعل وشاركوا في لعبة صناديق الاقتراع أن يدركوا أن وكلاء إيران ركبوا الموجة وحولوا مطلب الانتخابات المبكرة الشعبي إلى خطة عمل لإعادة إنتاج هذه العملية السياسية البائسة، وهذا ما ذكره عبد اللطيف السعدون في مقاله بصحيفة العربي الجديد. وكلاء إيران هندسوا وخططوا وتابعوا وأشرفوا على الطبخة الانتخابية كي يضمنوا بقاء سيطرتهم على مواقع السلطة والمال والقرار 4 سنوات أخرى، وقد جندوا أتباعهم ومريديهم كي يحكموا الطوق، وهكذا استطاعوا أن يوصلوا إلى قبة البرلمان الوجوه الكالحة نفسها التي سامت مواطنيهم سوء العذاب وحققت الصناديق لإيران ما كانت تحلم به، وقد أصبحت الرابح الأكبر على حساب العراق والعراقيين. وهكذا لم تعد لعبة صناديق الاقتراع ذات جدوى لحل أزمة النظام ولتفكيك العملية السياسية التي استقوت بحكم الهيمنة الإيرانية على مؤسسات الدولة. وتأكد نفاذ بصيرة المقاطعين الذين رأوا أن من المحال حدوث تغيير في ظل المعادلات التي فرضها نظام الاحتلال والهيمنة. هنا يتكرر طرح السؤال التاريخي البسيط، هل هناك ما يوحي بأن ضوءاً ولو خافتاً سوف ينبثق في آخر النفق؟ بما يمكن أن يشيع الأمل بأن التغيير قادم حتماً وإن طال انتظاره؟ إن الأرض واعدة دائماً بأشكال وصيغ جديدة للتغيير لم نألفها من قبل ولم تعرفها مخيلتنا قط، حيث التاريخ يتقدم مع خطو أقدامنا لكنه يمشي أحياناً ببطء، وقد لا يأتي التغيير من أعلى إنما قد يأتي من الأسفل وسوف يجد طريقه عاجلاً أو آجلاً وبالسرعة التي يرتئيها
إنه يولد على خطوات أقدامنا. ورأى الكاتب أنه بهذه الطريقة يمكن أن يتغير العراق بشرط أن نضع خطواتنا بثبات على الأرض، فالسماء لا تمنح بركاتها جزافا، والنازلة أو المصيبة التي حلت بنا واستحكمت حلقاتها ولم يأتها الفرج لا تزول أيضا بدعائنا فحسب، وإنما بعملنا كذلك. في صحيفة اندبندنت عربية كتب حسن فحص مقالا عن صدمة إيران والقوى الموالية لها من نتائج الانتخابات في العراق، قال فيه إنه مع المؤشرات الأولى لنتائج الانتخابات سربت معلومات، بل سربت عن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قهاني إلى بغداد، وفي جعبته أمر عمليات للقوى الموالية لطهران بضرورة التحرك السريع والقيام بهجوم معاكس لاستيعاب فوز مقتدى الصدر بالانتخابات ومنعه من تثبيت مواقعه وفرض أمر واقع قد يعقد عملية اختراقه مع مرور الوقت. لا شك في أن ما حملته مخرجات صناديق الاقتراع من هزيمة قاسية للقوى والأحزاب المقربة من طهران والتي تحرص على استمرارها بفاعلية في المشهد السياسي والبرلماني والأمني في العراق شكلت صدمة حقيقية للقيادة الإيرانية التي بات عليها التعامل مع مستجد خارج عن دائرة التوقعات على خاصرتها الغربية قد يحمل في داخله وآلياته تهديداً لمصالحها الاستراتيجية ويضع مشروعها في منطقة الشرق الأوسط في دائرة الخطر الحقيقي. ربما تستطيع طهران التعامل مع التطورات والمتغيرات التي قد تنتجها الانتخابات العراقية بأن تعمد إلى إجراء فوقي بتكريس حل يؤسس لانقسام عمودي حقيقي يختزن مخاطر عدة على مصالحها المستقبلية من خلال تجميع كل القوى والأحزاب والفصائل المتضررة من الصعود الكبير للتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر ضمن تحالف موحد هدفه قطع الطريق على الكتلة الصدرية، وليس مستبعداً أن تنجح في ذلك، إلا أن هذا الخيار سيعني كسر وتخريب كل جسور التفاهم مع هذه القوة المؤثرة، بالتالي إحداث تفسخات وتشققات في جدران البيت الذي تحتمي به مع إمكانية حصول تطورات سلبية قد تؤدي إلى إشعال الشارع بمواجهات دموية لن تكون نتيجتها سوى القضاء على آخر ما تبقى لها من دور أو نفوذ أو موطئ قدم على الساحة العراقية. وأضاف الكاتب أن إحساس الصدمة الذي تشعر به القيادة الإيرانية قد يكون مبالغاً فيه، أو أنه جاء متأخراً وبعد عجز في قراءة التحولات التي شهدها ويشهدها الشارع العراقي الشعبي والسياسي. ذكر معهد ستراتفور الأمريكي أن الانتخابات البرلمانية في العراق التي أجريت في 20 تشرين الأول الحالي أسفرت عن فوز القوى السياسية نفسها بأكثر عدد من المقاعد، مما يعني استمرار الأوضاع السياسية التي سبقت الانتخابات. وأضاف المعهد في تقرير له أن خسارة الجماعات المتحالفة مع إيران فضلاً عن مشاعر الإحباط التي تشير إليها نسبة المشاركة المنخفضة سيزيد من احتمال حدوث اضطرابات في العراق. لن تسفر الانتخابات عن تغيير يذكر في البلاد، بالرغم من إجرائها استجابة لمطالب الناشطين بالإصلاح، فقد أدت خيبة الأمل الشعبية من الحكومة إلى عزوف الكثير من الناخبين عن مراكز الاقتراع، مما أضعف التفويض الانتخابي للحكومة المقبلة، ويعكس هذا الإقبال المنخفض التوقعات المنخفضة لدى الكثير من العراقيين بشأن قدرة الحكومة على إحداث التغيير. من غير المرجح أن تقدم الحكومة العراقية المقبلة إصلاحات مهمة، حيث سيظل السياسيون يركزون على الاحتفاظ بحصتهم من المقاعد في البرلمان والتأثير على الحكومة بدلاً من معالجة القضايا الهيكلية. يواجه العراق
تحديات اقتصادية هائلة حاولت الحكومات المتعاقبة مراراً حلها وفشلت في حلها. وتكمن إحدى المناقشات الرئيسية التي ستجري في البرلمان والحكومة المقبلين هي كيفية الانتقال بعيداً عن الاعتماد على عائدات الطاقة، لكن أوجه القصور الهيكلية إلى جانب الفساد المستشري الذي عاشه الاقتصاد العراقي على مدى عقود ستجعل من الصعب على أي حكومة إحراز تقدم، ومن المرجح أن تستمر الاضطرابات الشعبية وأن يواصل العراقيون المحبطون النزول إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير. وقد تقوم المجموعات التي فقدت قوتها في البرلمان بمظاهرات للاحتفاظ بنفوذها في الأمور السياسية. وأضاف المعهد أن الجماعات المتحالفة مع إيران ستتمتع بسلطة أقل قليلاً في الحكومة المقبلة، لكنها ستستمر في إثارة الاضطرابات للحفاظ على سلطتها في الشارع وتعويض السلطة التي فقدت في مجلس النواب. لم تسفر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا في العراق عن مفاجآت غير متوقعة على صعيد توازنات القوى السياسية والمذهبية والحزبية، وذلك مع وجود التقدم أو التراجع الذي اتصفت به حصيلة هذا الفريق أو ذاك. هنا صحيفة القدس العربي ذكرت في افتتاحيتها أن الانتخابات البرلمانية في العراق هي فرصة تغيير أخرى مضيعة. المؤشر الأول هو نسبة المشاركة المتدنية والتي برهنت على عزوف الشارع الشعبي عن المشاركة وفقدانه الثقة في قدرة المنظومة السياسية والحزبية على قيادة أي تغيير جوهري ملموس. وأكثر ما يلفت الانتباه في هذا المؤشر أن شرائح الشباب تصدرت فئات مقاطعة الانتخابات. صحيح في المقابل أن معلومات أشارت إلى فوز قرابة 10 مرشحين من ممثلي الحراك الشعبي وانتفاضة 2019، إلا أن الثابت كان عزوف الفئات الشابة إجمالاً. وأما نجاح الكتلة الصدرية في احتلال المرتبة الأولى فإنه من جهة أولى يؤكد شعبية خيارات مقتدى الصدر في إقامة توازن واضح بين الإبقاء على الصداقة مع إيران وعدم القطع مع الولايات المتحدة، غير أن الكتلة من جهة ثانية تعاطت على نحو متذبذب مع الانتفاضة الشعبية، بل وحدث أحياناً أنها تولت كسر التظاهرات وتفريق الاعتصامات، ومن هنا يبدو نصرها الانتخابي الراهن حمال أوجه متناقضة. المؤشر الآخر هو أن مجموعات الإطار التنسيقي تبدو الخاسرة الأكبر، إذ وضعت في الاعتبار حقيقة أن ولاءها لإيران هو الأوضح والأقوى، ولم يكن مستغرباً أن يعلن هذا الإطار رفضه القاطع للنتائج وأن تذهب بعض قياداته إلى درجة وصف الانتخابات بأنها أكبر احتيال على الشعب العراقي في التاريخ الحديث. وبحسب الصحيفة فإن الخلاصة الأكثر أهمية تكمن في أن كثيراً من الآمال التي لاح أنها علقت على الانتخابات المبكرة ضمن ارتباطها المباشر بالانتفاضة الشعبية الواسعة في أواخر عام 2019 قد خابت لدرجة كبيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كرست معظم معطيات الأمر الواقع الذي ساد بعد انتخابات 2018. ومن أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، طور فريق من الباحثين جهاز استشعار يمكنه تشخيص النوبة القلبية في أقل من 30 دقيقة بحسب ما نشرته صحيفة الوطن العمانية. وأظهرت هذه الدراسة التي أجريت في جامعة نوتردام أنه باستهداف 3 أنواع متميزة من الحمض النووي يمكن المستشعر الجديد التمييز بين النوبة القلبية الشديدة وإصابة نقص التروية. وقال الباحث سو تشانج من جامعة نوتردام: تظهر التكنولوجيا التي طورت لهذا المستشعر ميزة استخدام الحمض النووي المصغر مقارنة بالمؤشرات الحيوية القائمة على البروتين التي تستخدم في التشخيص التقليدي. وأضاف تشانج: فضلا عن ذلك فإن قابلية
هذا الجهاز للحمل وكفاءته من حيث التكلفة توضح إمكانية تحسين كيفية تشخيص النوبات القلبية والمشكلة ذات الصلة في البيئات السريرية وفي البلدان النامية. قبل الختام مشاهدينا، نبقى مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم في يوم السبت المقبل. إن شاء الله لنا لقاء جديد في صدى الأقلام في رعاية الله وحفظه.